بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي وانت شغال في شركة شغل حقيقي، بتلاقي ان انت عندك الستاندرد بيقول ارتفاع الكتابة هيبقى كذا، اللون الخط هيبقى كذا، شكل الخط هيبقى عامل ازاي. جميل جدا، الكلام ده حلو وينفع يتطبق في المانوال وينفع يتطبق في الكاد وينفع يتطبق في البيم. دي حاجة مشتركة بين كله، بس ازاي ادخل في برنامج البيم اطبقه؟ الموضوع ده اتحل في الناحية في بريطانيا، ان هو عمل كتب موجود على النت ببلاش، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو. هتلاقي واحد خاص بالريفت مثلا بيقول لك تعملها ازاي، كتاب تاني خاص بالاركيكاد، كتاب تالت خاص بالايكو سيم، وبعد كده الفيكتور ورك. يعني ده مثلا خاص بالريفت، ده الفهرس، دي المقدمة، دي الناس اللي اشتغلت فيه، ده السكوب بتاعي، ده الابديت. بعد كده الريفرنس بيقول لي احنا بنعتمد على البي اس 1292 اللي هو بتاع 2007، انا اعتمد على البيم ستاندرد، كاد ستاندرد. ليه كلمة كاد؟ لان هو بيركز على موضوع الليارات والالوان وهكذا، الطباعة تبقى عاملة ازاي. بعد كده بياخد بعض التعريفات وبست براكتس، هو بيديك بعض الملحوظات من خلال الخبرة بتاعته. يعني مثلا الملف سنترال ما يتفتحش، لازم يتعمل منه كرييت. البيم كوردينيتور هيبقى موجود ومحدد هو مين، وهيبقى محدد كل قد ايه يعمل تشيك ويتاكد ان الموديل مظبوط ويبدا يحطه على الفولدر بتاع الشيرت. الاستراتيجيه بتاعتنا تبقى عامله ازاي، البيم كوردينيتور هيبقى ايه المطلوب منه. هنا الكوماندات انفايرمنت، بيت الشغل بتاعتنا تبقى عامله ازاي، اللي هي السي دي اي. هيبقى مثلا عندي اربع فلترات في فولدر لكل قسم. مثلا المعماري بيشتغل ورك ان بروجريس، بحيث ما فيش حد شايف الشغل ده غير الناس اللي شغاله في معماري بس، والانشائي هكذا والام اي بي هكذا، تمام، بحيث هو يعدل براحته في اخر الاسبوع او اخر اليوم حسب ما هنتفق، او اخر كل شهر يعني حسب حجم المشروع. بيعمل يتاكد تشيك وريفيو ابروفد، لو الشغل سليم بيحطه في الشيرد بحيث بقيه الاقسام تبدا تشوفه. وفي الاخر لو الشغل سليم بنعمل تشيك، وبعد كده نروح مدينه للكلاينت او ندي الناس اللي شغاله معانا في الشركات التانية. وكل فتره بنعمل له اركايف بحيث نبقى عارفين تاريخ المشروع عامل ازاي. دي انت هنا شغال فولدر ام اي بي والانشائي والاركتشر، وبس الام اي بي مش شايف الاستراكشر دوت، لا ده هو شايف الملف اللي هو بيبعته له في الشيرت، وبرده الانشائي ما بيشوفش الام اي بي والاركتشر غير الحاجه اللي موجوده على الشيرت، تمام. طيب لو احنا قلنا لا هنشتغل كلنا شايفين بعض، هيبقى ده هاي ريسك، هيبقى اسرع، بس هتبقى المشكله ان ممكن انا مثلا شغال في حاجه هنا بعدلها، وفي نفس الوقت التاني عمال يعدل ورايا، بتحصل مشاكل كتير. انا عمال اعدل لسه بفكر طب هتيجي كده، لا مش هتيجي، طب نجيبها كده، بتلاقي فيها مشكله. فلذلك الافضل ان احنا نشتغل بالاسلوب دوت. بعد كده بنشوف موضوع الدوكومنت اشيو، الاركايف هيبقى عامل ازاي، فاليديشن بنتاكد ان الشغل بتاعنا سليم ازاي، نتاكد ان مثلا الشتات معموله صح، ما فيش معلومه زياده، مفيش معلومه مش موجوده، سكيورتي سيفنج. بعد كده الحاجات هتنقل ازاي، طب التقسيمات لو انا عندي مشروع كبير هبدا اقسمه ازاي. مثلا الاركتشر هيبقى كل مجموعة أدوار مع بعض، الإنشاء بتشوف نقطة ميجور أو نقطة جوينت وتبدأ تقسمهم. الميكانيكال ممكن كل زونتين مثلا مع بعض حسب حجم الزونات. هنا بيقول لك الورك سيت بتبقى عاملة ازاي، الديفيجن، الورك سيت اونر شيب، لو كل واحد انا مثلا واخد الورك سيت ديت، لا ده انا مستلف بعض العناصر، الفايل لينكينج، الموديلنج ميثودولوجي، ال او دي هيبقى عامل ازاي، التفاصيل بتاعتي، اليونت بيبدا يقول لي بعض المعلومات هتساعدني في اليونت، الفولدر ستراكشر بيبدا يقول لي اسامي الفولدرات تبقى عامله ازاي، شكل الفولدرات تبقى عامله ازاي، ايه اللي جوه ايه. الحاجات دي مهمه جدا وكويس ان هو بيدينا حاجه عملي. التسميه تبقى عامله ازاي، يعني مثلا انا عندي لاين باترن هبقى اسميه ازاي، اسمي الموديل ازاي. اول حاجه بكتب اسم المشروع، بعد كده اسم الاورجنايزيتور، وبعد كده لو انا عندي مقسمه لزونات، بعد كده ليفلات، التايب، رول، ديسكريبشن،
بالشكل دوت، بحيث اول ما اشوفه اعرف اه ان ده تبع المشروع الفلاني الفلاني اللي هو بقاله 10 سنين لسه ما اشتغلناش فيه. ورك سيت نيمنج هنسميها ازاي، بيقول لي مثلا حسب الزونات، وبعد كده ايه الحاجه اللي موجوده جواها، مثلا سيلينج فورس انتريور شال سلاب، الفيو نيم هيبقى مسمي ازاي، هتسمي مثلا بالليفل 1 شرطه فلور بلان او لايتنج بلان، الحاجه اللي موجوده في الليفل دوت. الفيوهات، الفيو ليست سكادوال، الستايل، اللاين ويت، كل الحاجات دي بيقولك تظبط ازاي وايه الحاجات بتاعتها. الدايمنشن ستايل هيبقى سامي ازاي، يعني اول حاجه تكتب التكست سايز، وبعد كده السترنج تايب، تيك مارك بالشكل دوت، بحيث اول ما تشوف تعرف اه ده الارتفاع كتاب تحت قد كده، ونوع الخط ارو مثلا، التايتل بلوك، يعني في حاجات كتير هو ذاكرها. وبعد كده في الاخر خالص كان هو اثناء ما هو بيشرح بيقول لك ارجع اخر الكتاب هتلاقي مثلا شكل الحاجة عاملة ازاي، الباترن موجود ازاي، اللاين باترن هيبقى الخط ده هيبقى مثلا داش، هيبقى فاليو، هيبقى شكل الباترن ازاي، اللاين ستايل، اللاين يبقى عند الخطوط دي في قلب المشروع، وده اللاين ويت بتاعها، وده اللاين كولر، وده اللاين باترن. وكويس ان يعني الشركات كلها تبقى فيها حاجة كود موحد، تمام. الفيو تمبليت هيبقى بالتسمية الفلانية، هتشتغل عليه ازاي. من الحاجات الكويسة جدا للناس اللي هي شغالة في الريفت، اتمنى لو عجبك الموضوع تقول لاصحابك وتشير الفيديو.